السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. العراق وهنغاريا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. الحلبوسي نؤكد دعمنا لجهود الحكومة على الحد من نفوذ الفساد والفاسدين. السوداني أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق والجزائر. إليكم تفاصيل الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الجمعة رئيسة جمهورية هنغاريا كاتالين نوفاك، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه جرى خلال اللقاء بحث آليات تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات. وأعرب رشيد عن تطلع العراق لتمتين علاقات الصداقة مع جمهورية هنغاريا وإدامة التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم الشعبين الصديقين، وأكد على ضرورة تضافر الجهود المشتركة في تقديم العون للنازحين الذين تضرروا بفعل المجاميع الإرهابية والإسراع في حسم هذا الملف وتأمين عودتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها. بدورها أعربت الرئيسة كاتالين نوفاك عن تطلع بلدها لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون وبما يصب في مصلحة البلدين الصديقين، وأكدت على أهمية عودة العراق إلى لعب دوره الحيوي في المنطقة والعالم، مشيرا إلى التحسن الأمني الذي شهده العراق، وجدد موقف بلادها الداعم لجهود العراق في الحفاظ على استقراره وأمنه، داعية رئيس الجمهورية لزيارة هنغاريا. كذا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الجمعة دعم الحكومة والمؤسسات الرقابية للحد من نفوذ الفساد والفاسدين. وقال الحلبوسي في تغريدة له: بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، نؤكد دعمنا لجهود الحكومة والمؤسسات الرقابية التي تعمل على الحد من نفوذ الفساد والفاسدين. وأضاف: ونعمل من موقع مسؤولية السلطة التشريعية والرقابية على سن التشريعات اللازمة التي تسهم في مكافحة الفساد. التقى رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم الجمعة الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في العاصمة السعودية الرياض. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني التقى الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن بن عبد الرحمن، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تنعقد في العاصمة السعودية الرياض. وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف مجالات ومستويات التعاون والتباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد السوداني خلال اللقاء رغبة الحكومة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق والجزائر بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين في الأنماء والازدهار. من جانبه تحدث الوزير الأول الجزائري عن أهمية العراق وحاجة المحيط العربي لدوره الريادي في المنطقة وجهوده في تحقيق الاستقرار عبر مبادرات الحوار والتهدئة. وأعرب عبد الرحمن عن تطلع بلاده لتفعيل التعاون المثمر مع العراق في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة والصناعة وكذلك في مجال التعليم.